استاذ مصطفى، دايما الفن هو مرآة للشارع وانعكاس للواقع والمجتمع اللي بنعيش فيه ازاي، والاحداث كمان اللي بتمر علينا، ويمكن من ابرز الاحداث دلوقتي طبعا هو ما يحدث في فلسطين. ازاي ده انعكس على دراما رمضان السنه دي؟ كانت خطوه مهمه جدا من الشركه المتحده ومن الفن المصري. يعني خليني اقول ان الشركه المتحده هي انعكاس حقيقي للفن المصري، ان يبقى عندك عمل يعبر عن القضيه الفلسطينيه. السنه دي لاول مره تقريبا يتم انتاج مسلسل عن احداث فلسطين اسمه مليحه، تنتجه شركه دي اس، اخراج المخرج الكبير عمرو عرفه، يتصدر لبطولته الفنانه الكبيره ميرفت امين ومعاها الموهوب محمد دياب. اعتقد ان قصه المسلسل، مش عايز احرق للناس القصص، ولكن اعتقد يعني ان هي هتبقى من الاعمال اللي هتحقق نجاح كبير. هو 15 حلقه، ودي ميزه اعادتها الشركه المتحده ان احنا يبقى عندنا اكتر من 19 عمل درامي، نصهم تقريبا 15 حلقه والنص الثاني 30. هيبقى في تنوع لدى المشاهد. مليحه هو يعني الورده التي تزين تاج المتحده هذا العام، ان انت وسط ما يعني وسط ما يحدث ووسط الازمات الاقتصاديه الكبيره ووسط فكره مطارده الشركات الانتاج عشان تعمل مسلسلات شعبيه او تاريخيه، ان انت تقف وتقول لا، لازم يكون عندنا مسلسل درامي فلسطيني يناقش الاوضاع داخل الاراضي المحتله ويناقش الاوضاع داخل قطاع غزه. مبادره مهمه جدا جدا جدا، وما اعتقدش ان اي تلفزيون عربي او اي دوله عربيه يعني عندها هذا العمل، او ان هي فكرت تقدم مسلسل عن الاحداث الفلسطينيه.